أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة. الحقيقة يا جماعة طبعا ما فيش غير خبر واحد أو عنوان واحد هو اللي بيتصدر كل وسائل الأخبار العالمية والمحلية والإقليمية، وهو خبر ارتفاع درجات الحرارة أو موجة الحر الغير مسبوقة، ويعني درجات حرارة تم تسجيلها لم تسجل نهائيا في التاريخ البشري أو منذ أن تم تسجيل درجات الحرارة على مستوى العالم، فتم كسر الأرقام القياسية لهذه الدرجات، غير كمان ارتباط هذه الموجة ببعض الأمراض، وبدأ تحذير شديد جدا من بعض الأمراض اللي ممكن تنتشر بسبب درجات الحرارة، بل إن درجات الحرارة الآن تقريبا قد خرجت عن السيطرة، وكل مراكز الأنواء ومراكز المتخصصة في الطقس والمناخ يعني تقريبا أعلنت أنها فقدت السيطرة على هذه يعني هنقول إيه الكارثة، لأن هي تعتبر كارثة، بل في علماء قالوا إن ممكن الوفيات والقتلى من موجة الحر هذه يتعدى الحرب العالمية وأعوذ بالله، ولكن هذا ما قالوه، لأن عدد القتلى زاد، في قتلى كتير جدا على مستوى العالم أو في أماكن متفرقة من العالم، وأكثرية الوفيات موجودة في أوروبا وفي بعض الولايات في أمريكا بسبب موجات الحر. فعندنا وكالة ناسا تحذر اليوم هو يوم القيامة الإيكيولوجي في الدول العربية، وطبعا هو العنوان يخض جدا، ولكن يا جماعة عشان في ناس بيخشوا ويقولوا كلام بدون ما يفسروا أو يسمعوا الفيديوهات، يعني لما جبنا فيديو قلنا درجات الحرارة هتعتبر من يوم الاثنين، ويا ريت الفيديو ده تشوفوه، الفيديو السابق لهذا فيديو خطير جدا ولازم تسمعوه عن تحذيرات قوية جدا من غدا الاثنين. احنا بنكلمكم النهاردة لحد 23 يوليو او 23 سبعة، وتحذيرات كبرى من غدا الاثنين 24، ويوم الاربع اللي هو 26، او يوم الاربع 26 يوليو. فكنا بنقول نار جهنم، فطبعا ناس دخلوا، انا عارف هم تفكيرهم بسيط وعلى قدهم، طبعا اتهموني بحرام عليك وهذا كفر وكلام كده غريب جدا، نار جهنم اعلى من كده واقوى من كده، طبعا وحاشا لله، نار جهنم مين يقدر يتحملها؟ نار جهنم اللي هي جهنم الحقيقية مين يقدر يتحملها؟ مين يقدر يعرف هي عبارة عن درجة حرارة قد ايه؟ ولكن فيها جماعة اسمها تشبيهات مجازية، يعني احنا بالنسبة لنا لو حرارة 70 درجة يعني اقتربت من درجة الغليان، فاحنا بالنسبة لنا دي نار جهنم، يعني جهنم على الارض او نار بنشبهها باعلى نار في الكون نفسه اللي هو جهنم، فما بنقولش نار جهنم يعني نار جهنم بجد، ما بتاخدوش الكلام بالحرف يا جماعة، التشبيهات المجازية يعني نار لا يمكن أن تستحملها كبشر، نار تؤدي إلى الوفاة والقتل. فنفس الكلام لما ناسا بتقول يوم القيامة الإيكيولوجي، في ناس هتخش تقول لك حاشا لله وحرام عليكم وانتوا ناس مش عارف ايه وانتوا ناس، يوم القيامة لا يعلمه الا الله. طبعا يوم القيامة لا يعلمه الا الله، ولا يوجد بشر ولا كائن حي ولا اي شخص في الكون يعرف يوم القيامة الا الله سبحانه وتعالى، هو الاعلى والاعلم بكل شيء، ولكن هذه تشبيهات، لان اللي هيبدأ من النهاردة في الدول العربية خاصة وشمال أفريقيا والدول الأفريقية والدول الخليجية هم مشبهينه بيوم القيامة الإيكيولوجي، يعني في حاجة جديدة بتبدأ تأثر على العالم لم تسبق من قبل، فمسميينه يوم القيامة الإيكيولوجي. فياريت يعني إيه تبقوا بس بالراحة معايا كده،
وطبعا اللي اتهم واحد علشان انا بقول هذا نار جهنم، فقال لي ده كفر وانت كافر. يا اخي ربنا يسامحك، لان مين يقدر يتهم شخص بالكفر وهو بيتكلم بينبه البشر وبينبه البشريه وبيساعد وبنتعب يا جماعه؟ احنا بنعمل مجهود غير عادي علشان حاجه واحده، ما احنا ممكن نجيب لكم اي اخبار في اي حاجه علشان نجيب الاخبار موثقه حقيقيه 100% بتواريخها 100% بعد ما بنبحث في موقع واثنين وعشرة وعشرين عشان نتأكد ان المعلومة تصل لحضراتكم سليمة 100%. فياريت يا جماعة التعليقات السلبية السخيفة دي ياريت بلاش منها، وياريت اللي يلاقي حد بيعلق كده، في معانا ناس واثقين في هذه القناة وقادلهم فترة كبيرة، ياريت انتوا اللي تردوا وتفهموا الناس البسطاء دي الموضوع. مفيش حاجة اسمها كلام حرفي، في تشبيهات وكأنه يوم القيامة. يعني لما بتلاقي زلزال كبير والناس بتجري والناس بتعمل فتشبه وتقول لك وكأنه يوم القيامة، مش هو ده طبعا يوم القيامة، وحاشا لله ان احنا نطلع على شيء لا يعلمه الا الله طبعا. فيا ريت بس انا حبيت اقول الملحوظة دي. وخلي بالكم القصة درجات الحرارة والهبات اللي موجودة دلوقتي وهذه الموجة، ده مش كلام عادي، ده مش صيف عادي يا جماعة، ده احنا في نقطة اللا عودة زي العلماء والخبراء ما قالوا، يعني مش هنرجع تاني زي ما كنا، مش هنرجع تاني ان الصيف يبقى 35 و38 ولو بقى 40 تبقى حاجة فظيعة. العالم كله بيتغير، العالم كله، أوروبا لما تصل فيها الحرارة ل 48، أمريكا لما وصلت امبارح ل 56 في بعض الأماكن، مش في أمريكا كلها ولكن في بعض 56 درجة حرارة، الصين لما تصل فيها ل 54 درجة حرارة، اعرف ان في شيء في البشرية كلها بيتغير، كوكب الارض بيتغير. وفي كلام خطير جدا 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 مش هنجيبه الا لما نجيب مصادر موثقة 100% عن تغير اقطاب الارض، وان في حتى البوصلة ابتدت تتغير في بعض الاماكن. فربنا يستر، احنا موجودين في عصر غير عادي، عصر غريب، وده اللي يخليك دايما تقول اللهم نستودعك الارض ومن عليها، ودايما تقول اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا. لان انا كفادي فكري كشخص مسؤول عن نفسي، انا متأكد ان هذا غضب الهي ومش موضوع علمي وبس، هذا غضب الهي من كثرة ما فعلناه في الارض، كل انواع المبيقات، كل انواع الخطايا، كل انواع الفساد في الارض والبحر والجو نحن نعيش فيه ونفعله بايدينا يوميا وكل ساعة. فربنا يرحمنا برحمته الواسعة، ودايما نقول اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، دايما نقول اللهم نستودعك الارض ومن عليها. الكلام ده يا جماعة انا بقوله لنفسي قبل ما بقوله لحضراتكم، انا لا يعني لا بوعزكم ولا عامل نفسي، انا نفسي بقول لنفسي كل يوم هذا الكلام، لان انا متأكد ان هذا غضب الهي كبير على البشرية، لاننا لم نتعظ في 2020 مع الكورونا اللي قفلت العالم وبعدنا عن الصلاة وبعدنا عن المساجد وبعدنا عن الكنائس وعن المعابد وعن كل شيء، ولكن لم نتعظ بعد ذلك ورجعنا لأفظع ما كنا. فربنا يرحمنا برحمته. يلا بينا نشوف ايه قصة ناسا وايه هو يوم القيامة الايكيولوجي وايه اللي بيحصل في الدول العربية والخليج وشرق وشمال افريقيا. فيلا بينا نشوف القصة كلها بتفاصيلها ونشوف الحكاية كلها بتفاصيلها، واول خبر معانا بيقول ايه. هنا من موقع فيتو، وطبعا احنا عرفنا ان في 7 دول عربية عليها القبة الحرارية، ولكن هنا القبة الحرارية، اعلان وكالة الفضاء الامريكية ناسا عن تأثر 7 دول عربية بالقبة الحرارية واطلاق اسم يوم القيامة الايكيولوجي، يوم القيامة الايكيولوجي على موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد، اثار ردود افعال واسعة ومخاوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. طب ليه ناسا اطلقت هذا القبة الحرارية ويوم القيامة الايكيولوجي؟ بيقول لك وعن القبة الحرارية، حذر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المناطق التي تضربها القبة الحرارية
او يوم القيامة الايكيولوجي كما وصفته ناسا من الافاعي والثعابين والعقارب التي تكثر في هذه الاجواء. طبعا يا جماعة، زي ما احنا بشر ما بنطقش درجات الحرارة العالية وبندور على اي مكان رطب نقعد فيه، هكذا العقارب والثعابين والافاعي كمان والحشرات كتير جدا مش قادرة تقعد في جحورها بسبب الحرارة الغير عادية، وكمان درجات الحرارة الارض جوف الارض كمان درجة حرارته عليت جدا، فابتدت هذه الحيوانات او هذه الزواحف والحشرات تبدأ تدور على مكان يكون رطب. فالبيوت اللي بيبقى فيها تكييفات، البيوت الرطبة ابتدت تتجه ليها، وحصل مشاكل كبيرة جدا. هنبقى نجيب لكم فيديوهات على اللي حصل، هجوم من الزواحف على بعض الأماكن في أوروبا وبعض الأماكن في أمريكا، هجوم غير عادي. يعني كان واحد ممكن يشوف مثلا عند بيته تعبان بيعدي ولا أفعى أعوذ بالله، ولكن بقى كميات أفاعي وثعابين وعقارب بتظهر بشدة حوالين البيوت وداخل البيوت، وهنجيب لكم فيديوهات لهذه الحاجات. هنا بيقول لك: قال خلف عبد المولى محمد عن القبة الحرارية: بدأت القبة الحرارية يوم القيامة الإيكيولوجي بالفعل لأول مرة على كوكب الأرض، على مصر والسعودية والعراق وليبيا ومعظم بلدان الوطن العربي، ظاهرة لأول مرة تحدث منذ آلاف السنين، وتم تسميتها بالقبة الحرارية. وهنا احنا بنضيف ليهم ان كل دول الخليج مع مصر وليبيا وغيرها، ولكن نضيف تونس والجزائر. تونس والجزائر عندنا خبر النهاردة ان الجزائر درجات الحرارة فيها ستصل لسبعين في بعض الاماكن، 70 درجة مئوية تحت الشمس. وخدوا بالكم يا جماعة، دايما لما درجات الحرارة تيجي تعلن في التلفزيون ولا تعلن في الجرائد يقولك مثلا الحرارة الان 50 درجة، 50 درجة دي تحت الظل مش تحت الشمس المباشرة، تحت الظل. يعني لما تعالى قيس كده عند بيتك، قيس في الظل هتلاقي الحرارة 50، اطلع قيس في الشمس هتلاقي الحرارة 65 او 60 درجة الايام دي النهاردة اليوم ده. ولكن التحذير انك انت لو نزلت في الشمس المباشرة كمان الاشعة الفوق بنفسجية اللي بيسموها اليو في او الالترا فايلوت زادت بطريقة غير عادية، والاشعة الشمسية زادت بطريقة غير عادية، فبتسبب يا جماعة حروق اكنك اتحرقت بجد، حروق حقيقية. فيا ريت اي حد غصب عنه انه هيضطر يمشي تحت الشمس المباشرة، يا ريت يكون معاه على الاقل شمسية، على الاقل شمسية، وتكون بعيدة عن راسه شوية علشان تصل الحرارة وما تصلش الاشعة الفوق بنفسجية، بالذات من الساعة 11 صباحا في كل الدول، من 11 صباحا حتى الاقتراب من الساعة 5 عصرا، لان الموجات الالترا فايلوت او الفوق بنفسجية عالية جدا جدا لتسبب الحرق، حرق يعني اكنك دخلت لا قدر الله في حرق حقيقي. فخلي بالك، وممكن ما تبانش عليك في نفس الوقت، وتيجي بكرة او تاني يوم تلاقي ان في حريق، وحريق عايز علاج عالي. كمان التحذير من انتشار الافاعي والعقارب. واضاف خلف: القبة الحرارية عبارة عن فقاعة حرارية تفصل المنطقة عن ما حولها، وترتفع بها درجات الحرارة من 50 الى 60 درجة. انا عايزك تقرأ معايا وما تسمعش وبس. وترتفع درجة الحرارة من 50 الى 60 درجة مئوية، وتزداد سنويا درجتين. وقد اطلقت ناس على هذه الظاهرة اسم يوم القيامة الايكيولوجي، خاصة مع اقترانها بظاهرة النينو في المحيطات. ظاهرة النينو دلوقتي يا جماعة كل درجات حرارة البحر والمحيطات عالية جدا، وما يعني انت في الارض او في بلدك هتلاقي درجة الحرارة من الظهر لغاية الساعة 5 عالية قوي، وتبدأ الحرارة تهدى تاني بالليل طول لغاية الفجر، وبعدين تبدأ تعلى تاني في وقت الظهيرة والشمس. ولكن في البحار الان اخطر ظاهرة، الحرارة مرتفعة 24 ساعة، وده هيأثر على الكائنات البحرية وهيأثر على الأسماك وهيأثر على كل الطيور حتى اللي فوق المحيطات. والتي تحبس الهواء فوق المحيطات، دي ظاهرة النينو، وتجعل ماء المحيط ساخن حار، وتمنع النسمات الباردة التي كانت تهب على البشر فتلطف درجات الحرارة. وعلق
سامر عبد الراضي، الظاهرة تستمر 41 يوم بس ده مش مؤكد، لأن في بعض الهيئات الكبرى قالت احنا معانا لغاية ما ينتهي الصيف، لغاية شهر 9. فهنا بيقولوا الظاهرة تستمر 41 يوم ويحدث فيها تصرف في الأشعة الفوق بنفسجية الضارة، تاني اهو الالترا فايلوت تسربها عالي جدا، واتلاف المحاصيل الزراعية وحرائق متعددة في البلاد التي تستخدم مواد قابلة للاشتعال من اشجار او خوص، او انتشار الكائنات والزحفات والزواحف التي تعيش في الحرارة مثل الثعابين والجراد، وربنا يرحمنا من هذا، ولكن ده اللي بيحصل. ووجه سليمان عبد العال عدة نصائح، قال فيها النصائح لسكان الصعيد والأرياف بالانتباه إلى أسقف الحظائر، طبعا الناس اللي هي عموما بتزرع وعندها قش وحاجات من دي فيبصوا فيها، وعدم التعرض المباشر للشمس خاصة وقت الظهيرة، وشرب ماء كثير، وعدم الإكثار من المنبهات وري المحاصيل. المنطقة العربية تعيش داخل فرن، تعيش داخل فرن، وان الثعابين والعقارب ستكثر جدا خلال هذه الايام. وعلق بهاء الرميح قائلا المنطقة العربية تعيش داخل فرن، القبة الحرارية وجمرة الحر الشديد تضرب 7 دول عربية، اما فلانة قالت صيف عسير، حفظ الله اهل الدول العربية وحفظنا الله جميعا من حر وعذاب يوم القيامة. وقال ايهاب القبة الحرارية ظاهرة مناخية قد تؤدي بحياة البشر والحيوانات والمحاصيل الزراعية، مناخ كابوسي تشهده بعض دول العالم الآن، قوامة شمس حارقة وفيضانات وأعاصير وجفاف غير مسبوق، والأخبار العالمية تكاد تقتصر على التغير المناخي وتداعياته، وكل ده احنا اللي عملناه بنفسنا. وطبعا كلام كتير وكده. تعالوا نشوف بقى برضو خبر تاني مهم، عايزك يا جماعة ارجوك ركزوا، افهم اللي جاي ايه، ما تجريش، افهم المرة دي وعرف غيرك، اوعى تاخد المعلومة لنفسك، يعني من دل على الخير كفاعله، فزي ما احنا بنحاول ندلكم على الخير وعلى الفائدة، يا ريت ارجوك تعملوا وتشير هذا الفيديو للناس وتسمع انت كمان وتفهم، عشان تقدر كمان توعي اطفالك وبيتك. هنا قامت وكالة الفضاء بالإعلان عن كذا يوم القيامة، الإيكيولوجي ده نفس الكلام اللي احنا بنقول عليه، وحيث تتعرض كل البلاد إلى موجة حر شديدة، وهذا ما أدى إلى أثارة الكثير من الردود والمخاوف بين الكثير. وأما عن يوم القيامة نفس الكلام تقريبا اللي احنا قلناه، بس بنأكد على أنه موجود في مواقع كتيرة جدا عن يوم القيامة الإيكيولوجي في الدول العربية. كمان هنا بسبب الاحتباس الحراري حمى الضنك قد تصل لمستويات قياسية خلال 2023، ده برضو بتاريخ 23/7 يوم الأحد 23 يوليو 2023. وخلي بالكم من حمى الضنك، حمى الضنك ممكن تصل لحمى نزيفية بعد كده، يعني ممكن تتعالج بسهولة ولكن ممكن تصل إلى حمى نزيفية، والإنسان ينزف من الأنف ومن العين ومن حتى أماكن كثيرة. ربنا يحفظكم ويحفظنا دائما، ولكن الاحتباس الحراري والحرارة العالية وتعرضك للشمس يؤثر في الأزمات القلبية، في الدورة الدموية، في زيادة حمى الضنك وبعض الأمراض الأخرى. وكمان انتشار البعوض بسبب الحرارة هينقل هذه الحمى. حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي حمى الضنك، مؤكدة أنها قد تصل لمستويات قياسية خلال عام 2023 لعدة أسباب أبرزها الاحتباس الحراري والجفاف. ده يا جماعة برضو مش غضب من الله سبحانه وتعالى، ده مش غضب من الله. يا ريت تقول لي هل هذا غضب من الله وانت مقتنع، ولكن هتيجي برضو تقول لي لا 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 دي حاجة علمية وبتحصل، كلام ده ما بيحصلش كل عام ابدا. واوضحت المنظمة ان ارتفاع درجات الحرارة يمثل حافزا لانواع البعوض التي تنقل المرض، حسبما ذكر الموقع الرسمي للامم المتحدة يوم الجمعة أول أمس. ولفتت المنظمة إلى أن معدلات الإصابة بحمى الضنك تسجل ارتفاعات مستمرة، مشيرا إلى أن المعدلات التي تم تسجيلها العام الماضي تقدر بنحو 8 أضعاف
معدلات سنة 2000، وحذرت المنظمة من أن نحو نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك بسبب الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة، مشيرا إلى أن تأثيرها يمكن أن يصل ل 129 دولة. خدوا بالكم الكلام ده خطر جدا جدا، يعني ممكن يبقى وباء عالمي يصل ل 129 دولة، وإن نصف سكان العالم معرضون للإصابة. يعني ده برضو يعني مصيبة كبرى تانية، لأنها كمان مع ارتفاع درجات الحرارة، وإنك ممكن حمى الضنك تعالجها بسهولة، ولكن ارتفاع درجات تؤديها إلى تحولها إلى حمى نزيفية. عفاكم وعفانا الله دائما. وطبعا كلام كتير، وإن حمى الضنك هي عدوى فيروسية تسببها فيروسات حمى الضنك، والتي لا تنتقل بشكل مباشر من البشر إلى البشر، ولكن تنتقل عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه الحمى، وتسبب أعراض أبرزها ألام العضلات وارتفاع درجة حرارة الجسم والغثيان وصداع وفقدان للشهية، إضافة إلى ظهور طفح جلدي في بعض الحالات، ويحتاج المصاب إلى أسبوع أو أسبوعين للتعافي. ولو ما حصلش ده بتحصل الحمى النزيفية والوفاة، وربنا يحفظكم دائما ويحميكم. نشوف بقى إيه اللي معانا برضو، خبر هام جدا، عاجل درجات حرارة قياسية غير مسبوقة وماذا يحدث في كوكب الأرض. وهنا هنستعرض بعض درجات الحرارة، وأثارت سلسلة من الأرقام القياسية لدرجات الحرارة عايشة كوكب الأرض وحرارة المحيطات والجليد البحري في القطب الجنوبي. قلق بعض العلماء الذي قال أن سرعتها وتوقيتها غير مسبوقين بالمرة. برد على الناس اللي بيقولوا ده عادي جدا وبيحصل كل صيف، العلماء كلها بيقولوا غير مسبوقين، يعني لم يحدث في التاريخ البشري بالطريقة دي، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي. موجات الحر خطيرة في أوروبا، يمكن أن تحطم المزيد من الأرقام القياسية. والكلام يا جماعة عن أوروبا وعن أمريكا وعن الدول الغربية إنها يحصل ازدياد اكتر بكتير. كمان ما تنسوش ان الناس دي متعودة يوم ما بتصل الحرارة كانت ل30 كان بيحصل عندهم فزع، فدلوقتي 48 و50 يعني بيحصل عندهم موت، وان هيبقى في اسوأ السيناريوهات. والعلماء يخشون بالفعل ان تتكشف بعض اسوأ السيناريوهات قريبا، وربنا يعديها على خير في كل العالم. معانا هذا الخبر ايضا الهام جدا، معلش الموضوع بيطول، ولكن حاجات جديدة ولازم تسمعها. التغيرات المناخية تقود العالم لتحطيم أرقام قياسية في سجلات الحرارة. سجلات التي لم يعني تسجل فيها هذه الأرقام أول مرة هتحطم السجلات وتتكتب فيها، وطبعا جايبين بقى ايه كم وفيات وكم كده، ودي 54 درجة اللي انتوا شايفينها دي، 54 درجة او 129 فرنهايت دي في الصين يا جماعة، 54 درجة الان في الصين، فطبعا ارقام عمر ما حد سمعها. معانا هذا ايضا، الارض تلتهب 2023 سنة تحطيم ارقام الحرارة القياسية، والتاريخ فوق على اليمين يوم الأحد 23 يوليو 2023. عندنا كمان درجة الحرارة الآن وأنا بكلمكم في نفس اللحظة دي 42 درجة في القاهرة في الظل. أنا قست الحرارة بنفسي تحت الشمس لقيتها 53 درجة. إحنا في القاهرة ما بنقدرش نعيش في ال 38 وال 39، ده حسب طبيعتنا. يعني دايما لما الحرارة كانت توصل ل 40 في الشمس دي بالنسبة لنا حاجة عالية جدا، الآن 42 في الظل وأنا قايسها بنفسي من قيمة ساعة 53 درجة تحت الشمس، فده بالنسبة لنا عبارة عن موت. يعني أنا مش عايز أقولك أنت سوري يعني بتاخد دش أو بتاخد شاور وبتخرج تلاقي نفسك، كمان الرطوبة عندنا 95 درجة، 95% درجة الرطوبة، فبتخرج تلاقي نفسك عبارة عن مية صافي من العرق، بنفقد كميات رهيبة من الأملاح والماء، ومهما تشرب سوائل مفيش، حتى التكييفات عاملة أوفرلود، المراوح جايبة هواء سخن، فبرضو إحنا مش خليج، يعني إحنا عدينا الخليج دلوقتي لما بقى 53 في الحر، وربنا يعديها على خير. هنا كمان عندنا
مخيفة وتخرج عن السيطرة، ده مهم جدا يا جماعة عشان تعرفوا، مخيفة وتخرج عن السيطرة، درجات حرارة قياسية تحكم قبضتها على العالم. الكلام ده جه امبارح بالليل السبت 22 يوليو، ان خرجت عن السيطرة وتحكم قبضتها على العالم، وفعلا 129 دولة في العالم كلها تغير المناخ فيها، وعبارة عن الأرض مشتعلة بالنيران، الأرض مشتعلة بالنيران. وهنا موجة حر شديدة غير مسبوقة تحكم قبضتها على أوروبا والولايات المتحدة والصين، وتهدد الأمن الغذائي العالمي، وتندد بموطن صامت غير مرئي في المحيطات. وده اللي حدث، كميات نفوق الحيتان والأسماك ابتدى يزيد بطريقة غير عادية، لأن مش قادر الأسماك إنها تعيش في هذه الحرارة، مش متعودة عليها، فابتدى يحصل نفوق عالي جدا، ابتدى يحصل ذوبان في الجليد، وده الكارثة اللي هنواجهها بعد شوية لما نلاقي حصل فيضانات، ابتدى يحصل حالة تبخر غير عادي في البحر المتوسط بالذات، الحرارة فيه مش راضية تنزل درجة واحدة طول ال 24 ساعة. التبخر ده هنتفاجئ بعد اسبوع ولا بعد اسبوعين بتكون سحب ركامية، سحب ركامية على شمال افريقيا، هتبدأ تلاقي حرارة 48 ومعاها امطار غزيرة تؤدي الى السيول والفيضانات. وخلي بالكم وسجلوا عني هذا الكلام، ومع تسجيل درجات حرارة قياسية تصل إلى 50 درجة مئوية، وإعلان إنذارات حمراء في العديد من دول أوروبا، وإعلان أكثر الأيام حرارة على الإطلاق في العالم في بداية شهر يوليو الجاري، أكد العلماء أن تغير المناخ يجعل موجات الحر أطول وأكثر حدة وتكرارا، وأن الاحتباس الحراري يؤدي إلى فشل المحاصيل على الأرض والموت الصامت في المحيطات، بالإضافة إلى ظاهرة النينو، وربنا يعديها على خير. معانا هذا أيضا، ارتفاع بدرجة حرارة الحرارة غدا وتحذير من خطر اندلاع الحرائق، هذا بتاريخ 23/7 من بكرة زي ما قلنا يوم الاثنين هتبقى درجات حرارة غير عادية، تاني من يوم الاثنين درجات حرارة غير عادية. وياريت تشوف الفيديو اللي نزلناه قبل هذا الفيديو، هام جدا، اللي اسمه نار جهنم، وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب وكذا وكذا ونسبة الرطوبة المرتفعة. والكلام ده على كل الدول العربية يا جماعة، أنا مش هتكلم على دولة معينة بنفسها، ولكن احذروا من الحرارة يوم الاثنين ويوم الأربعاء. دراسة أسبانية، البحر الأبيض المتوسط بات أكثر دفئا وملوحة بسبب تغير المناخ، وده اللي بيخوف. وهكبر لكم شوية اللي عايز يقرأ هذا الخبر بنفسه، يوم الأحد 23 يوليو 2023، البحر المتوسط بات أكثر دفئا وملوحة بسبب تغير المناخ، وتعاني معظم الدول الأوروبية بما فيها النمسا ولا سيما في فصل الصيف الجاري من آثار تغير المناخ التي ظهرت في شكل تقلبات قياسية في الطقس وكذا. وأظهرت نتائج أحدث دراسة أجراها معهد البحوث البحرية الأسباني أن البحر الأبيض المتوسط أصبح أكثر دفئا ويزداد ملوحة بسبب تغير المناخ، وأكد أن موجة الحر المرتفعة خلال فصل الصيف جعلت البحار دافئة بشكل غير مسبوق، خاصة في أوروبا والصين وأجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية. وحذرت الدراسة التي استندت نتائجها إلى تقييم بيانات طويلة المدى تم قياسها في أعماق المياه المختلفة من تسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مستوى الملوحة في تهديد التنوع البيولوجي في البحر المتوسط، وإزاحة الأنواع البحرية المحلية بسبب ضغط أنواع أخرى غريبة بلغ عددها نحو 1000 نوع غريب تنتشر شمال وغرب البحر المتوسط كل عام، وتؤدي لانقراض بعض أنواع الأسماك والحيوانات البحرية، وده اللي بنسميه الموت الصامت داخل البحار والمحيطات، وربنا يعديها على خير علينا. معانا أيضا مراسلة الشرق، درجة الحرارة في بغداد ربما عبرت 50 درجة مئوية، وبقول لكم إن في بغداد 50 درجة مئوية في الظل و65 درجة مئوية في الشمس المباشرة. وكل أحبائنا في العراق وفي بغداد يخلي بالهم، الموضوع خطير جدا برضو في تونس وفي السعودية وفي الجزائر وفي تاني قلنا في العراق.
يبقى العراق ودول الخليج وتونس والجزائر من الدول المغربية، ومصر ما بين الحر وما بين الغليان، فربنا يعديها على خير على معظم الدول العربية. بنقول لأخواتنا في السعودية رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية على عدة مناطق، وسبحان الله سحب رعدية مع درجات حرارة قياسية مع رياح مثيرة للأتربة. آخر تحديث يوم الأحد 23 يوليو 2023 الساعة 2:30 بعد الظهر. وكشف المركز الوطني للأرصاد في السعودية عن حالة طقس يوم الأحد الموافق 23 يوليو، مؤكد استمرار تأثير الرياح النشطة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مكة وعسير وجازان. وأوضح المركز أن درجات الحرارة مرتفعة مع وجود رياح سطحية على منطقتي الشرقية الوسطى، وأكد أن الجزء الجنوبي الغربي من المملكة يشهد حالة من السحب الرعدية وطقس كذا وكذا وكذا. فخلي بالكم إخواتنا وأحبائنا في السعودية، وخلي بالكم في كل العالم العربي، بل في كل العالم. وده اللي خلينا نقول اللهم نستودعك الأرض ومن عليها، اللهم ارفع عنا غضبك ومقتك، اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا يا رب. احنا في تجربة خطيرة وصعبة، ولازم نعود الى انفسنا ونعود الى الله ونقترب من الله. وده وجهة نظري انا، ان هذا غضب وربنا يعديها على خير ويرحمنا برحمته الواسعة. في نهاية هذا الفيديو يا جماعة ارجوكم انشروا هذه الفيديوهات، ارجوكم شيروها شاركوها، حذروا الناس وفهموهم يعملوا ايه، وقلنا الدال على الخير كفاعله. فياريت تنشر الفيديو وتشيره وتشاركه، ما تنساش تدعم القناة، احنا بنتعب وبنبذل مجهود غير عادي، فياريت تدعمنا بعمل الاعجاب واللايك، ياريت تجاوب على اسئلتنا، ياريت تقول لنا عيشنا معاك زي ما احنا بنعيشك معانا، درجات الحرارة عندكم وصلت لكام، واعلى درجة سجلتوها وصلت لكام، وهل فعلا في دول زي ايطاليا ابتدت تيجي لها برضو امطار مع درجات حرارة عالية. فياريت عيشونا معاكم وقولوا لنا انتوا عايشين في ايه علشان احنا كمان نحس ببعضنا. شكرا لحضراتكم، انتظروني في الفيديوهات القادمة الهامة جدا. اترككم في رعاية الله وامنه، وما تنساش اشترك في القناة لو عايز يجيلك كل جديد في كل ساعة وكل لحظة. دوس على الزرار تحت الفيديو مكتوب على الاشتراك او سبسكرايب. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام ختام على الجميع.